بنقول عندنا، بنقول احنا دلوقتي ان احنا عندنا اي ريشيو في الدنيا عشان اجيب ريشيو مكافئ ليها. يعني ايه مكافئ ليها؟ يعني زيها بس في اختلاف بسيط فيه. اختلاف بسيط ده ايه؟ عبارة عن يا اما تايمز او ديفايد. قلنا فور اكزامبل 2 3 2 4 دي ريشيو عندي، عايزة ريشيو مكافئ ليها، ايكوالفونت ريشيو مكافئ ليها، هعمل لها تايمز. تايمز كام؟ احنا اتفقنا على ثلاث ارقام هنستخدمهم دايما، الديفايدد والتايمز عشان ما نلخبطش بعضنا. هنجرب على 2 وال 3 وال 2 و 3 و 5. هنبدا بان احنا عايزين ريشيو بال 2، هنعمل تايمز 2. يبقى اعمل الترم الاول يعني الجزء الاول للنسبه تايمز 2، والترم الثاني للنسبه اللي هو ال 4 الجزء الثاني من النسبه اعمل له تايمز 2. 3 تايمز 2 ايكوال 6 و4 تايمز 2 ايكوال 8. يعني انا دلوقتي بقول 3 2 4 ايكوال فونت 2 6 2 8. وقلنا مكافئ يعني ايه، والفرق يا مشعل بين مكافئ ومساوي، ايكوال وايكوال فونت، ايكوال يعني مساوي، كيلو طماطم يساوي كيلو طماطم، انما مكافئ يعني كيلو طماطم وكيلو بطاطس، ده كيلو وده كيلو بس النوع مختلف. هنا نفس الفكره، النسبه واحده 3 to 4 هي هي 6 to 8 بس الاشكال مختلفه، الارقام مختلفه. تمام كده يا مشعل؟ تمام جدا. الفكره كلها ان انا بعمل تايمز للعدد الاول زي العدد الثاني بالظبط، مش بضرب العدد في رقم والتاني في رقم تاني، لا يبقى مش كده، مش كواليفونت. هات لي بقى كواليفونت ريشيو يا مشعل، وعايزاها تايمز 3. nine to 12. كام؟ 3 تايمز 3 ايكوال 9 nine 2 12. برافو 12 عليك. 3 to 4 equivalent to 6 to 8 equivalent 9 to 12. برافو عليك كده صح. اللي عليه الدور في الحل مين؟ احنا اخدنا تقى ورقص وسما سارة. أمس يلا يا سارة، نمبر بي نمبر A، نمبر A 3 over 4 equal كام over 20؟ الفور اتضربت ثانية أمس فور ملتبلاي 4 multiply 5 equal 20، فاستري هنعمل لها multiply 5 هتبقى 15، يعني مس هتبقى 15 over 20. برافو عليك. نفس الفراكشن هي نفس الريشيو بالظبط، نضرب فوق زي ما نضرب تحت، نضرب في الترم الاول للنسبه زي الترم الثاني للنسبه. اللي بعد ساره مشعل، نمبر بي Yes, 4 over 6 equal 8 over 9, 12. ركز يا مشعل، 8 over 12 في نمبر بي، 8 over 12 equal كام over 6؟ 4 4. برافو عليك. اللي بعد مشعل نبدأ تاني من الأول، تقع يلا يا تقع، 8 over كام 24 over 30؟ ايوس نمبر سي، ايوان اوكي نمبر سي 8 اوفر 8 اوكي احنا الايت هنعمل 24 ايه احنا هنعمل 8 تايمز 3 هتديني 24. بعدين هبص مثلا المالتيبلاي اللي هو باي 3 هيكون ريزلت هيكون 30 اللي هو 30، وين 30 تايمز نمبر 10 تايمز divided 3 يكون 30. يبقى 3، 30 divided 3 equal 10.
10. انت قلتي دي ال 8 تايمز 3 ايكوال 24، يبقى كام اضربه في 3 يطلع 30؟ في 3 30. اللي بعد تقع رهف، عايزه نمبر ايه تحت يا رهف، اللي هي 4 اوفر 7 ايكوال كام اوفر 6 5؟ تاتويني هي كام؟ عملت عملت السيفن مالتي بلاي هتبقى تويني. 20. برافو عليكي. اللي بعد رهف سما، يلا يا سما. سما هتجيبيها؟ سما معانا ولا ايه؟ سما يا مس سما خرجت. طيب قولوا من بدري. سما خرجت، انا مش واخده بالي من الزوم. إيه ساره اللي بعد سما؟ ساره يلا يا ساره. مس ممكن بس تقولين سؤال رقم كام؟ عايزة رقم بي تحت خالص. رقم بي تحت. اوكي 29 over 26 equal 32 لا أنا عايزة تحت خالص يا سارة، عايزة كام over 32 equal 9 over 36؟ هنا 32 هنعمل divided. 32 بقت 36. لا هنا عملنا لها divided 2 ازاي؟ يعني 32 divided 2 equal 36. نعمل هي لها دي فكرة multiple. كده. هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا 32 بقت 36، لا هي divided ولا هي times. يعني لو تايمز هتبقى اكبر من كده بكتير، ولو هي ديفايدد هتبقى اقل من كده بكتير. طب ده حاجه قريبه من بعض جدا، هنعمل فيها ايه؟ هناخد الفراكشن الكامل اللي هو 9 اوفر 36 واجيب له سمبلست فورم، اعمل له سمبلست فورم خالص، اجيب الشكل النهائي للفراكشن ده، اعمل ديفايدد كام؟ ال 9 وال 36 الاثنين يقبلوا الاسم على جدول ايه؟ الفور مين اللي هيجاوب معايا؟ أنا يا مس صار طيب الفور ازاي؟ هي 9 تقبل على الفور؟ نو هتبقى 3. الاثنين يقبلوا على الثري. طب عايزه كمان عدد اكبر، الاثنين موجودين في جدول الثري، جدول ايه 9 تاني؟ 9. برافو عليكي. يبقى 9 divided 9 equal 1 و 36 divided 9 4 4 4. الريشيو الجديدة هي 1 over 4، ده simplest form خالص للشكل ده. طيب هننسى بقى الشكل ده خالص وارجع اساوي الفراكشن اللي ناقص عندي اللي هو 32 اوفر كام؟ كام اوفر 34؟ دلوقتي الفور اصبحت 32، هي معناها تمام. تايمز كام يا ساره؟ 4 multiply 32 ايوه 4 multiply 8 8. برافو عليك. يبقى 8 تايمز 1 8 times زي ما 1 equal 8 يبقى ايكوال هتبقى 8.8 over 32. برافو عليك. يبقى 8 اوفر 32 هي نفس الريشيو بين ال 9 و 36. عرفناها جت ازاي ولا اعيدها تاني دي؟ ايه بس انت اعيد تاني؟
لا ايه مش فهمتها. تمام. مشعل؟ يس تمام فهمت. يس فهمت. يس تمام. يلا بقى عايزين نحل الصفحة دي بسرعة جدا، هي بسيطة جدا وكلها ايكوال بوم ريشيو. اللي عليه الدور مين بعد سارة؟ مشعل. يس تو 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 وان. انا عايزة ده مربع ده كامل معايا. يلا 2 2 1 4 2 2 4 2 برافو. 8 8 2 كام؟ 2 4 8 2 4 صح. اللي بعده 8 8 4 3 ال 1 ال 1 أصبح 9 يبقى 2 18 ايه كام؟ 16 مش سامعة. كام؟ 16 لا 18. 2 times 2 times 9 equal 18 not 16. 15. 15 to 30 ركز يا مشعل، ال 2 أصبحت 15. 2 30 No. ال 2 أصبحت 15، يبقى ال 1 7.5. 7.5. ولو قلنا بالدماغ كده هنلاقي إن الصف اللي فوق ضعف الصف اللي تحت. اه يس اللي فوق ضعف اللي تحت. يلا اللي بعد كمل يا باشا على اخر واحده. اهو هدف 54 26 كام؟ 54 انا ليه مش سامع؟ 54. 54 ايوه برافو عليك 54. يلا نبدأ تاني تقع. نميتك يلا يمس. أول واحدة فوق يمس، أول واحدة ولا تاني واحدة؟ ايه ولا بي ولا سي؟ بي اوكي بي. 2 6 اوكي. اتو بي عايز هتكون تايم، بي هتكون تايمز 3. نركز عليها كده، نركز عليها في حاجة نركز عليها، إن التو إن هي تكون 5 عمرها ما حصل، يعني اللي عملناها ديفايد تبقى 5 ولا عملناها تايمز تبقى 5. التو تبقى 5 هنا ما ينفعش. طيب أعرفها إيه يعني؟ طب خلاص تمام، مش 5 اللي عملناها تايمز عملناها ديفايد، يبقى أكيد أكيد مليون في المية 2 and 6 دي في ليها سيمبلست 4. أرجع تاني بدماغي وأجيب بقى السيمبلست 4 عشان اشتغل على السيمبلست فورم وما اتلخبطش.